ينضم إلينا من الجزائر مراسل الغد حسان جزائري. حسان، هل ما زالت هذه الوقفة الاحتجاجية، هذه المظاهرات للقضاء في الجزائر، هل ما زالت مستمرة وماذا عن تفاصيلها؟ نعم، شكرا محمد. منذ قليل فقط تفرق المئات من القضاة الذين كانوا متجمعين أمام المحكمة العليا احتجاجا على رد وزارة العدل بخصوص توقيف العمل القضائي الذي شنه القضاة منذ 4 أيام، حيث دخلوا في إضراب على مستوى كل المجالس القضائية وكذا المحاكم، احتجاجا على التحويلات التي مست أكثر من 3000 قاضي بإشراف من وزارة العدل، ويرون أنه ليس من حق وزارة العدل أن تشرف على هكذا تحويلات، خاصة بعد تأكيد المجلس الأعلى للقضاء لمشروعية هذا الإضراب، في حين من المنتظر أن يتوجه القضاة إلى المحاكم لمواصلة حركتهم الاحتجاجية. نعم. بعد أن قاموا بوقفة رمزية أمام وزارة العدل بسبب حضور وزير العدل خلال مراسيم تعيين 102 قاضي جديد كمستشار قضائي لدى المحكمة العليا، والآن من المنتظر أن يتوجه القضاة إلى محاكمهم لمواصلة وقفتهم الاحتجاجية والتأكيد والإصرار على مطالبهم واستمرار الإضراب لليوم الرابع على التوالي. ما الذي يقصدونه حسان باستقلال القضاء عن الجهاز الإداري؟ نعم، مطالبهم تتعلق باستقلالية القضاء وممارسة العمل القضائي عن الجهاز التنفيذي ووزارة العدل، يرون أنه ليس من حق وزارة العدل أن تشرف على هكذا تحويلات، هو تدخل في شؤون سلطة مستقلة، ويرون بأن هذا منافي لما ينص عليه الدستور الذي يفرق بين السلطات التشريعية والتنفيذية وكذلك القضائية. يرون أن من المسؤول عن التحويلات القضائية للقضاة عبر الولايات هو المجلس الأعلى للقضاء بالاتفاق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين من نقباء على مستوى النقابات القضائية وكذا على مختلف الأسلاك، بدون أن تتدخل الوزارة وتشرف حسب ما تريد على حد تعبيرهم. هل نفهم من ذلك حسان أن الاعتراض والاحتجاج فقط على التدخل الإداري، على الاستقلال الإداري والتنفيذي، أم ربما يعترضون كذلك يطالبون باستقلال سياسي؟ نعم، المطالب انطلقت من الاستقلال الإداري لكن تتجه الآن حتى إلى الاستقلال القضائي. هم عبروا خلال وقفتهم ولو بشكل محتشم على أنهم يرفضون كل تدخل في شأن القضاء، ويرون أن الاستقلالية يجب أن تكون تامة للقضاء، وهذا استجابة للمطالب الشعبية التي أكدت عليها خلال الحراك، حيث أكد المواطنون أن الاستقلال القضاء هو شرط أساسي لنجاح هذا المسعى وهذا الحراك الشعبي الذي انطلق منذ أكثر من 8 أشهر. ومن جهة أخرى أكدت نقابة القضاة أن هذه الحركة الاحتجاجية وهذه الإضرابات هي غير معنية بالمسار الانتخابي، حيث سيمارس القضاة مهامهم بشكل عادي خلال هذه الانتخابات، سواء عن طريق الإشراف أو عن طريق المراقبة على مستوى المكاتب. وهل وصل الأمر فقط عند حد الوقفة الاحتجاجية والإعلان عن المطالب، أم هناك تهديد ربما بتعطيل العمل في المحاكم؟ محمد، لحد الآن العمل معطل على مستوى المحاكم، كل القضايا تم تأجيلها سواء على مستوى المحاكم أو المجالس القضائية، حتى قضايا الجنايات أعلنت النقابة أنه تم افتتاح الجلسات للتأجيل مواعيدها دون الفصل في الموضوع. لحد الآن العمل القضائي معرقل على مستوى كل المجالس والمحاكم، نسبة الاستجابة للإضراب بلغت أكثر من 98% في اليوم الرابع على التوالي. لحد الآن يعني العمل معرقل، حتى المواطنون لا يمكن أن يستخرجوا شهادة السوابق العدلية أو شهادة الجنسية، لأن كل هذا العمل الإداري مرتبط بتوقيع القاضي الذي دخل في إضراب، يعني العمل موقف وهو تصعيد شديد اللهجة، ويعتبر سابقة في تاريخ البلاد، حيث لم يسبق للقضاة أن دخلوا في حركة احتجاجية وأن واجهوا الجهاز التنفيذي الند للند. هذه تعتبر سابقة في تاريخ البلاد. أشكر. ربما هي من ثمرات الحراك الشعبي الذي يبدو أنه حرر الجميع. حسان جزائري مراسل الغد في الجزائر، شكرا لك.